متابعين قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاسية سيتي. في هذه الحلقة غادي نرجعوا لمقاطعة مولاي رشيد مدينة الدار البيضاء والجدل القائم بين المعارضة والأغلبية. المعارضة دائما تقول بأن لا حصيلة لهذا المجلس خلال هذه الولاية الجماعية، احنا الآن تنعيش نصف الولاية، وتقول المعارضة بأن ما تم إنجاز ولو مشروع واحد داخل هذه المقاطعة. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي عبد الهادي جلاب التواتي، عضو بمجلس مقاطعة مولاي رشيد مدينة الدار البيضاء عن حزب التقدم والشباب. سي عبد الهادي مرحبا بك. شكرا سي بوستا، ونتمنى ان شاء الله نكون هذه الحلقه تكون فيها الافاده لساكنه مقاطعه مارشي. مرحبا سي عبد الهادي، انتم في المعارضه البعض يقول بانكم تتصيدون الاخطاء وتتصيدون هفوات مجلس يحاول يجتهد من اجل يعني اعاده الاعتبار لهذه المقاطعه هذه. بالعكس سي بوستا، كنشوف انه اعضاء المعارضه ديال مقاطعه مارشي يمكن يتعتبروا من أكثر الأعضاء اللي عندهم الصبر، لأنه أعطينا فرص كثيرة لهذا المجلس وبالخصوص لرئيس مقاطعة مولاي رشيد باش يبين ولو غير بصيص الأمل أنه كاين. إحنا ما بقيناش كنطلبوا بداك التغيير ولو غير بداية التغيير أشوية، لحد الساعة باقي ما بداش نهائيا التغيير، والدليل راه كنطلبوا من هذا المنبر انه يجي شي واحد يقول شنو بالضبط الدار. فهمتي؟ ولكن هما الاغلبيه تقول بان تم مجموعه من المشاريع على مستوى تعبيد الشوارع اللي كانت كارثيه، العقيد العلام، القوات المساعده، يعني مجموعه من المشاريع بالاضافه الى يعني كاين مشاريع تاع مكتبتين يعني اللي غيداروا الان في مقاطعه مولاي رشيد، الملعب البلدي، الملعب تاع مولاي رشيد اللي غيتم الاصلاح ديالو، هادشي كله بالنسبه لكم تم ممكن والو. هاد المشاريع اللي ذكرتي 90% فيها ماشي المقاطعة هي اللي كدير. بالنسبة كنعرفوا انه ملي كيدوز التراموي انه جميع الشوارع اللي تكون فيها التراموي ما كتكونش إعادة التأهيل ديالها، إعادة التأهيل ديالها ما تكونش عن طريق المقاطعة. حنا بالعكس فرحانين لهاد التغييرات، ولكن حنا المهم عندنا شنو قدمنا للساكنة، ماشي الأمور اللي كديرها جهات أخرى. وكنبغيو لاننا عندنا صفر حصيله، نبغيو يعني الامور نسبوها لانفس ديالنا. شنو هو الفرق ما بين مجلس المدينه والمقاطعه؟ يعني المقاطعه لا تابعه لمجلس المدينه. لا، انا حنا عندنا واحد الميزانيه اللي كتعطيها لنا منحه اللي كتعطيها لنا جماعه الدار البيضاء باش ندبروا واحد الامور. هذيك الامور انا نعطيك مثال، كان حنا هاد الولايه هذه ضاعت، الا شفتيها حسب جريده الصباح راه ضاعت على المقاطعه 3 مليار ونص. يعني كان فاش ضاعت؟ مشات لاماس، يعني ما المجلس ما استغلاش. كتعرف انه الميزانيه عند فيها واحد 3 سنوات، الا ما خدمتيش بواحد عندك واحد الميزانيه ما خدمتيش بها كترجع لاماس، صافي دير انها ما محتاجهاش ولا ما عرفتيش تدبرها. في الحاله ديال مولاي رشيد ما كنظنش انها ما محتاجهاش، هو دير حاجه اللي ما غاديش نتناقشوا عليها ضاعت. هذا دليل على ان هذا المجلس وغادي نوجه يعني الاسبوع ديالي لوغدوناتور اللي هو الرئيس ما عندوش، ما عرفش كيفاش يدبر هذه الفلوس. لو كان عرف واش ما كاينش رؤيه داخل مقاطعه مولاي رشيد، واش ما كاينش افكار، شنو المشكل اللي وقع في المجلس؟ اللي وقع هو انه كما بدا المجلس راه ذكرتوها في ذاك المقال اللي كان على حول مقاطعه مولاي رشيد، بدا بالصراع. ومنين بدا بالصراع عوض انه الرئيس ديال المقاطعه يكون عنده فعلا واحد الكلمه كيكررها دائما توني بيض، ما كاينش هادشي. يعني ما كتعرفش اصلا اش كيوقع. كيفاش توني بيض؟ كيفاش توني بيض؟ زعما حنا غنكونوا توني بيض، حنا رعايا صاحب الجلاله، كلشي حنا الناس مصوتين علينا، خصنا نكون الامر اللي ما كاينش. يعني الافكار ما كتخداش بعين الاعتبار. كان هو طلب اللقاء معنا تقريبا، يعني بقات تسمع لي قبل من اللقاء معكم بقات تبعات تاع ديك الجدل اللي كان قبل الانتخابات تاع الرئيس باقا متواصل حتى الساعه. حنا عندنا حنا شخصيا ما عندناش هذا الشيء، لانه الصراحه هاد الاعضاء اللي بقاو في المعارضه اغلبيه شباب. تعرف الفكر ديال الشباب يعني كيشوف خصك تخدم، يعني ما كيكونش عنده شي طلبات ولا كيكون عنده بغي يدير كما تيقولوا غير التصيد ديال الاخطاء. بالعكس بركنا معاه اكثر من مره، ولكن انا بعدا شخصيا كنشوف انه ما عندوش الرؤيه. ما غاديش نتهمه بانه عنده شي نقولوا راه عنده اهداف سياسيه ولا عنده خلفيه سياسيه ولا هذه صراعات سياسيه، ما عندوش الرؤيه. يعني للاسف كان يعني انا نعطيك انا غير مثال،
احنا كنا بالعكس كنت اتهمه بسبب اننا ما دينا ليه الدين اننا يعني نسهرنا مع الاغلبيه من اجل كتعرف انه ملي كيفاش غتكون واحد المجلس كيدبر وانت تدخل معاك معارضه المعارضه بالعكس ماشي عيب المعارضه غير كتزيد توجهك وتزيد تخليك تطلع الريتم باش خدمه المقاطعه وخدمه المواطنات والمواطنين ولكن نفس السيناريو كيتكرر انا تنقول لك بحال شي فيلم كيتكرر حتى شي حاجه ما انا نعطيك غير من نهار جيت لدابا راه فاش شفنا تقريبا اكثر من سنه بغيت غير هذا المجلس يعطينا غير من النهار تكلمنا لدابا شنو دار ولكن هما تيقول لك رجعوا للمجلس العلاقه المجلس ما ديال المقاطعه هما تيقول لك راه المشاريع اللي تدار في مقاطعه بني رشيد راه المنتخبين تاع المقاطعه يترافعون في المجلس باش يجيبوا هذيك المشاريع اللي لان المنحه اللي مخصصه لمقاطعه بني رشيد ما غاديش تكفي لهم باش يديروا مشاريع اللي هي كبيره بزاف حنا ماذا بينا هذا الشيء يكون حنا بالعكس ماذا بينا انه يكون هذا الشيء راه ما بلا واش غادي حنا نتقلقوا ولا الا مشاو دافعوا على المقاطعه راه بالعكس انا عطيني شنو هما هاد الولايه شنو هما المشاريع اللي جابوا هاد الاعضاء انا ما غاديش كاين الناس اللي كتدافع كاين اعضاء اللي كيدافعوا على المقاطعه ولكن انا تنشوف الا كان رئيس عنده قوه اقتراحيه وعنده علاقه مع الاعضاء يعني القياديين او المسيرين ديال المجلس مدينه الدار البيضاء كان غيقدر يجيب شي مشاريع ولكن انا تنقول لك لحد الساعه ما كاينش شي مشروع كان يقدر يجيب مشاريع البعض يقول بان كانت مقاطعه مولاي رشيد عندها واحد حاليا في الدار البيضاء كان عندها واحد الفرصه تاريخيه لان الرئيس يتوجد في حزب بام داخل في واحد التحالف اللي تيتوجد التحالف تيتوجد في المدينه تيتوجد في الجهات تيتوجد ايضا في الحكومه كان يعني يكون مقاطعه مولاي رشيد تعرف واحد الزخام وتعرف واحد التطور خلال هذه الولايات نفس الامر كان خلال التجربه السابقه اللي كان على سير الحياه يعني كان العداله والتنميه توجد في المدينه توجد ايضا في الحكومه ولكن دائما مقاطعه بني رشيد تضيع الفرص واش تتفق مع هذا الراي هذا متفق معك ان كان هذا راه امر بالعكس كان يكون في الصالح ديال المقاطعه ولكن السؤال انه كنقدروا حنا باش نكونوا موضوعيين انه على الاقل في الولايه اللي قبل يمكن ما تستغلش بديك حيت حزب العداله والتنميه كانت عنده واحد الاغلبيه مطلقه وكان اللي مسؤول على الاشغال هو من يعني كان نفس الوقت هو رئيس المقاطعه جاب شويه ديال المشاريع ما نسميهمش انا مشاريع واحد المرافق اللي دارت في المقاطعه مثلا ملتقى واحد السوسيو ثقافي ملاعب يعني هو كان ملاعب القرب يعني كان عدد ديالهم اكثر من اللازم اللي في الوقت اللي كان ربما كان يتستغل لانه في الاخير هاد الملاعب كانت كتعرف انه كان يعني المفتشين العمل إدارة الترابية كانوا جاوا المقاطعة مولاي رشيد وكانوا على هاد الشيء ديال ما هو رياضي يعني التجهيزات الرياضيه وكان هاد الملاعب ما كانش كتستغل واش كان الرئيس ديك الساعه ماشي في اخباره وانما كانت كتمشي الامور سياسيه يعني كتمشي كان الرئيس السابق والرئيس الحالي الرئيس السابق يعني كانت امور دارت ولكن ما تستغلاتش بالطريقه اللي كانت تستغل كانوا الناس اللي كيسيطروا على هذه الامور اللي تابعين للرئيس السابق كانوا هما اللي متحكمين في هذا الشيء وانا راه كنتكلم معك انا ولد يعني منطقه يعني انا في السن ديالي 39 سنه يعني كل هذا دوزت في المنطقه والاب ديالي راه عنده 60 سنه في مقاطعه بني رشيد يعني كنتكلم كمواطن ماشي كمستشار ما كانش كتقدر توصل للملاعب بديك السهوله داروا مزيان ولكن كانوا كيتستغلوا في امور ماشي يعني اللي ماشي في الصالح ديال المقاطعه داروا شي مرافق الامر اللي الشيء اللي ما كاينش في هاد الولايه لانه لحد الساعه راه ما كاينش مشروع جديد ما نشوفوش شي امور اللي كانت درسات في الولايه السابقه ويبغي هاد المجلس ينتبه ليه راه خطر صفر حصيله بالنسبه لي انا ربما يجي يصحوا ليا لحد على حد علمينا لحد الساعه ما كاين حتى شي مشروع جديد شي مشروع غيتزاد جديد ما كاينش دويتي لي على يعني شنو المشاريع اللي خاص المقاطعه مولاي رشيد انت كما كملتي انت واحد من ابناء المنطقه قبل ما تكون مستشار اش هي الامور اللي خاص مقاطعه مولاي رشيد دار فيها المقاطعه ديال مولاي رشيد هي مقاطعه يعني اجتماعيه بالدرجه الاولى اي مشروع يكون عنده
يعني واحد العائدة اجتماعية على السكان على المواطنات والمواطنين غيكون مزيان. مثال يعني ما يعني واحد المراكز ديال الادمان مثلا نستغلهم من جهه من مدينه من يعني مجلس العماله بحكم ان حتى مجلس العماله راه كان كيتراسوا حزب الاسر والمعاصره وهو رجع لهم يعني اي مشاريع اسواق نموذجيه ما كاين حتى شي سوق نموذجي في مقاطعه ملي رشيد. كان مؤخرا كانت حمله ديال يعني الملك العمومي الناس اللي كنا كنعرفوهم حنا يعني كيعيشوا من هذا من هذا البيع ديال الخضروات يعني والفواكه حيدوهم ولاو مساكن دابا شي دروق بالماطر يعني هي ما هي رجعنا لنفس الشيء. علاش ما ناثروهمش في واحد الاسواق نموذجيه؟ واحد البؤره تاع سوق المسيره يعني واش قولها الحل ولا باقي ما لقاوش الحل؟ بالنسبه لسوق المسيره هذا كنعتبره واحد النقطه سوداء اللي كتؤرق الولايه والعماله وحتى المجلس ديالنا كمعارضه كي يعني كنطالبوا بان هذا الامر يتحل ولكن تنشوف ان هذا موضوع اصعب. احنا بغينا مازال الامور صغيره. انا كناكد لك انه غياب اي سوق نموذجي ومولاي رشيد كتعرف اكبر عدد ديال الباعه المتجولين كنظن شحال العدد تقريبا ما كاينش ما نقدرش نقول لك شي عدد اللي هو يكون خطا وانما عدد كبير اللي كان انا كتعرف الفئه الاغلب اللي كتسكن في مولاي رشيد راه اغلبيه عندها يعني اعمال حره يعني كالتجاره يعني سواء علما ان مقاطعه مولاي رشيد تتوفر على واحد المنطقه الصناعيه الكبيره للاسف حتى هذه المقاطعه ما كانش انا تنشوف انه حتى هذا الحي الصناعي ما كانش شي اجتماع يعني او يكون فيه واحد القوه اقتراحيه من الرئيس نستغلوا هذا الحي الصناعي يساهم معنا في يعني في التنميه واولى الحلول ديال المقاطعه. انا تنأكد لك انه غياب الرؤيه السي هناك ما يقول يعني صعيب ان تحملوا لرئاسه المقاطعه المسؤوليه علما ان مقاطعه مولاي رشيد خاص الحكومه كلها تدخل في مقاطعه مولاي رشيد لان هذه المنطقه الصناعيه تساهم في خزينه تاع المغرب يعني بامكانيات الماديه اللي كبيره وكبيره جدا. الا زدنا على يعني المنطقه اللي كاينه في لساسفه ومولاي رشيد خاصو يكونوا واحد هاد الفضاء اللي هو فضاء يغري للعيش ماشي فضاء الناس باغين يهجروه ويبعدوا منه. دابا راه ربما كاينه المساهمه في الميزانيه انه كتعرف انه النسبه ديال يعني الميزانيه راه تيكون على حسب هاد القضيه الحي الصناعي لان المساهمه ديال المقاطعه ولذلك راه عندنا واحد الميزانيه لا يستهان بها راه 2 مليار ونص المنحه جوست المليار ونص يعني كافيه راه داخل فيها انه التواجد ديال الحي الصناعي لانه على حسب شحال كتساهم راه تيكون عندك واحد الميزانيه ولذلك راه مولاي رشيد مقارنه مع مقاطعات اخرين راه عندها واحد الميزانيه كافيه يعني بالنسبه كافيه المنحه اللي مقدمه. الا كان عندك برنامج وقسمتي كل سنه شنو غتخدم ربما غادي احنا ما تنطلبوش واحد عصا سحريه باش تغير مع العلم ان هذا الرئيس راه ماشي جديد تجربه عنده راه دوز راه كلشي تيقول لك راه هو راه اكثر واحد داز في مولاي رشيد لو كان عنده الرؤية كان غادي يكون يعني بالنسبة لك انت كمستشار جماعي المشكل ماشي مادي ولكن المشكل في غياب رؤية في غياب افكار بطبيعة الحال هذه راه كلشي هذه راه الناس والمسؤولين وكلشي تيقولوا هذا المجلس ما عادش شنو واقع ليه. راه تنقول لك شي امور اللي مزيان منين ذكرتها غنعطيك انا مثال التجهيزات الرياضية راه بعض المرات تتقول هذا الشيء كتشك الحماق هذا ماشي تسير لانه 240 مليون ديال التجهيزات الرياضيه انا هذا امر حضرت فيه نقارنوا سيدي عثمان لان انا عضو الغرفه لانه انا عندي الفئه اللي كانت ناخبه في سيدي عثمان وفي مولاي رشيد وعندي تواصل معها كنقارنوا ما بين مولاي رشيد وسيدي عثمان. سيدي عثمان كدير صفقه ب 40 مليون ديال التجهيزات الرياضيه مولاي رشيد دارتها ب 240 مليون ما كانت حتى شي ما كانش حتى شي يعني شي ايفينمون شي حدث كبير اللي توزعوا فيه الجوائز. انا حضرت في رمضان دابا خلاو الجمعيات خدامين سيروا خدموا بقاو تيخدموا تيخدموا منين وصلوا لتوزيع الجوائز انا حضرت وقفت حدا الملعب الكبير سيروا هنا يمشيو لواحد السوسيو ثقافي يقول لي طلع للتيران يمشي للتيران يقول لي هما ما بغاوش يعطيهم وفي الاخير الناس راجعه خاويه الوفاض. انا دخلت لواحد الجمعيه وعطيتهم من المال الخاص ديالي 1000 درهم في حين انه كاين فين كتمشي التجهيزات هذا دابا سؤال. راه كاين شي امور كتوقع ماشي خليت التسيير وخليت التنميه كاين شي امور اللي هي بعدا كاينه دارت الصفقه وما تيعطيوش للناس
كنقول لك سيدي 48 مليون وكيديروا ايفينمون كبير جميع الجمعيات وكيجيو صحفيين وكيكون داكشي في المستوى الكبير وكيعطيو للجميع بغض النظر على واخا ديما تتسرع على القضيه تاع الغاء الصفقات في مقاطعه مرشد. الا بغينا امثله تاع الصفقات اللي تم الالغاء ديالها مثلا الصفقه ديال الزفتني تلغات شحال مره هذه ديال التجهيزات الرياضيه كانت تلغات وعاود تعاودات ديال عتاد المعلوماتي كانت تلغات وتعاودات نعطيك مثال ديال يعني صيانه الملاعب تعاودات الملاعب علاش تعاود علاش حتى البارح والبارح واحد الطفل في الفضاء الرياضي في ديار الوفاء على شويه كانت تمشي لي العين ديالو وهاد البلاصه كلها تحلات لي كاين الحديد خارج في الشبكه اللي وراك تعرف ما بين الخط والحديد كاينه ما كاملش حتى قل من نصف متر شيء يعني طبيعي انه سي تان ريسك الولد مشات نيشان تحل لي هاد البلاصه كامله وعاد دينا كنجريو معاه في المستشفيات كون جاتو في عينو كون مشات لي العين ديالها الملاعب الصغيره ديال العربي الشباك راه وقفات الا جينا التدبير ديال الملاعب راه حديت ولا حرج نعطيك انا مثال اخر كيبين على انه هذا راه العابات ماشي تسير كانت وقفه احتجاجيه ديال العمال الامن ما تخلصوش علاش ما تخلصوش الشركه كتقول انه انا عندي صفقات في مقاطعات اخرين كنخلص كلشي حيت هادو ما تيخلصوناش شنو السؤال علاش ما كيتخلصش هاد الشركه باش تخلص الناس اللي كتعرق على نتوما فاش تهضركم مع رئيس المقاطعه وتطرحوا مع هاد الملفات هذا شنو الراي ديالكم شنو الموقف ديالكم ما عارف كيبقى كيدخل في شي امور بعيده على التسيير وكانه بغى يدوز الولايه بالصحبه وهذا تالي ما عرفتش واش ما عندوش غير على هذه المنطقه وهذا الشيء راه انا كندعو انه نديرو هنا لقاء يعطينا الحصيله والغريب انه ما تيبغي يحضر حتى شي واحد لانه ما عندهم ما يقول يعني هما مستعدين تلاقاو مع الناس في مناظره ولا البرنامج هو الاول انا تنقول لك راه حتى برنامج اخر انا قلت لهم ما غايجيوش وما جاوش اش غادي يجي يقول لك السي مثلا اش غادي يجي يقول لك درت غيبقى يدوي لك على الانشطه الثقافيه راه اي جمعيه كيف ما كانت وفر لها الماديات غدير لك انشطه كبر من اللي كدير المقاطعه وباقل الثمن واش هما الاقتراحات ديالكم نتوما الاقتراحات ديالنا راه خصو على الاقل ينقد هذا الشيء اللي بقى يدير برنامج يعني استعجال كان برنامج على المقاطعه تم الاعلان ديالو كان حتى شي برنامج البرنامج مع من كيدار السي مستشار البرنامج كيدار مع مستشارين حنا ما جلس معنا حتى واحد باش نصدقوا على برنامج ما والو ما كاين حتى شي برنامج ما غادي بدون بوصله غير جا وبدا كيسير وغادي وكل مره طيح شي فكره يجي هذا يقول لي نديروا نشاط يديروا كيظنوا انه هذه الانشطه راه هي الانجازات ديال المقاطعه وكيفتخروا بها هذا الاشعاع زعما كاين يعني الاشعاع شنو انا تنقول لك انا شخصيا درنا وهذا من بين الامور اللي كتبين عدم الجدية ديال هذا الرئيس وهذا المجلس انا درت نشاط واقترحته عند حول حقوق الطفل وقلنا نفضحوا يعني الانتهاكات ديال البوليزاريو ضد الاطفال وكنت غادي غنديروا بوحدي بواحد الميزانيه اللي هي جمعويه حيت حنا قبل ما نكونوا مستشارين حنا جمعويه شاف الفكره باش تعرف انه حنا ما عندناش مشكل نعطيوك الافكار وتبناوها والله العظيم تبناها قال لي هادشي كبير شاف الحضور جاي المجلس الوطني لحقوق الانسان جاي المرصد الوطني للصحراء جاي الناس اللي كانوا في البوليزاريو يعني نشاط من شأن ديالو غيفضح البوليزاريو غادي حتى المقاطعه ديالنا تموقع في الجانب الحقوقي قال لي هادشي كبير لا دوك الضيوف خصنا نعرضوا عليهم ونديروا لهم مولت انا من عندي ورجع للور هو ولي علمك ماشي اول واحد ما كايناش الجديه ودوزناها وبقينا مادين يدينا يعني مثلا كنتي درت واحد الميزانيه ديال ودرت انا بتنسيق مع المقاطعه يعني تحطات المقاطعه وكل شيء وحده واخا ما عطينك والو وانا تنقول لك ما ساهمت يعني ربما البوندرول يعني اللي جابوا وكانوا بالمناسبه انا رفضت انه يكون بيوفي يكون فيه احنا جايين كندوي على حقوق الانسان ونديروا التفريقه دوك الاولين يمشيو يحضروا البيوفي قلت لهم قال لي اش كتقترح ما يمكنش نديروا بيوفي لكلشي اقترحت انه يكون توزيع ديال واحد حيت يكونوا الاطفال ديال واحد الساشي ديال لي بونبون وكان فيه مثلا تقدر دير وخا راه شي امور اللي تضحك عليها
واحد الفئه مثلا 7 دراهم هذه ب20 درهم، بما ان المقاطعه كانت قال لي نديروا احسن حاجه، ودخلت واحد المستشاره صوباتهم ومشى لها ولات مولاتهم، وحنا فرحانين اننا نمولهم عندنا. غير تنقول لك عدم جديه ديال هذا الرئيس، كيفاش غتثق فيه؟ يعني كل مره كي غير شوف، شفنا انه كاين انه بحال كتجري الزمن، بحال ما كاينش هدف دير شي حاجه. يعني في نفس الولايه الحاليه انتم الان وما تشوفش، ما كاينش واحد البوصله، ما كاينش مشاريع اللي كاينه، ما كاينش جديه، ما كاينش بوصله، ما كاينش برنامج. انا مستعدين نجيو نديروا برنامج غير يطبقوا. راه كاين صراعات بين المجلس، وكنت انتم كالمعارضه خاصكم تقدموا المقترحات ديالكم. جلسنا بالطلب ديالو هو، من بعد فاش عطينا مدينا يدينا وبان شنو الجديه. راه خاص تعرف راه كاين واحد الصعوبه ديال التواصل، ما كتواصلش مع ناس اللي عندهم الكفاءه وعندهم الرغبه ديال التغيير. يعني انا شخصيا تنقول كتبرك مع ناس داخت ما عرفاش شنو دير. نعطيك مثال اخر ديال مثلا التسفيت ديال الطبقات. انا كمستشار وكاين الصور، نزلت مع النائب الاول اللي هو مسؤول على التجهيز يعني بالتعليمات ديال الرئيس ديال المجلس، ودرنا وبقينا غادي نديرو غنديرو حتى شي حاجه. دابا انا كنقول لك عامين. كانت زياره العمده هي كانت تما، كاين هضروا على مشاريع، هضروا زياره ديال العمده جات في اطار دوك المشاريع اللي كان داير، اللي كان بروغرامات في المجلس السابق باش تخرج للوجود. كنشوفوا سيدي عثمان كيضغطوا باش تخرج لانه كاينين الناس عقلاء وكاين مجلس متجانس، لانه راه ما يمكنلكش السي بوسته، ما يمكنلكش. وربما انا شفت واحد الدوريه ديال الداخليه انه الولايه ربما الوالي ولا كيتدخل في رؤساء المصالح ديال الجماعات، كنظن شفتها، باش ما يبقاش الضغط على المستشار اللي كيقول الراي ديالو. دابا كاينين مستشارين اللي تقطع عليهم التليفون الا قلتي راي مخالف، يقطع لك التليفون، كيعطي واحد لا دوتاسيون اللي ما عرفتش قانونيه ولا ماشي قانونيه لشي مستشارين اللي هما خارج التسيير، وكيعطيهم لهم شهريا واحد يعني واحد المبلغ كياخذوه، رغم انه ما عندهمش السيارات ديال السيرفيس. مش غنعتبروا هذيك المثل اللي تيقول من الخيمه خرج ميل، هي اللي تنطبق على مقاطعه مولاي رشيد، لان التركيبه تاع المكتب في الاول وفي الاخر ما كانش تركيبه اللي تقدر يعني التركيبه تاع المقاطعه هذه. التركيبه اولا انا تنحمل المسؤوليه بعدا للحزب العداله والتنميه اللي كان هو تسبب في هذه الكارثه. ان الناس كتقول هذا حادث سياسي، هذا اكسيدون بوليتيك باش خرج هذا. ما هو نورمالمون حتى يعني العدد المصوتين على، وحنا تنطالبوا من هذا البادئ من هذا المنبر، انه خص تعادل الامور، انه اللي كتكون عنده التمثيليه اكثر حبه دالو تكون يتراس، لانه كتكون عنده التمثيليه، الناس اختارته. نعم. دابا منين كتشوف انه واحد مكلاسي الرابع وكيتراس، كان بسبب العداله والتنميه اللي في اخر لحظه بدلات الطريق. ماشي مشكل، قلنا حنا ماشي المهم المناصب، وانما الغرض العمل. هو العمل. يعني صيانه الطرقات، انا نزلوا انتم كصحفيين دابا نخرجوا نديروا لانفيستيغاسيون، من الدور ديالكم انه يعني لانفيستيغاسيون، خرجوا نشوفوا فين تبدل. غير يقول لي هي هذه تصوبات هذه تصوبات. وحتى مؤخرا في الشركه بدات في واحد البلاصه، وكنا حنا عارضنا الطريقه باش واحد الشارع كبير تجي انت تحط فوق منه الزفت، التروطوار ما بقاش. كيتسمى البيكاج، تحيدو ودير الزفت باش على الاقل الحفاري ما كينوضوش من اول شتا. تخيل غير صبت الشتا غير من وراء سيمانه تقلع داك الشيء، وكاينين الصور. ودير الزفت بواحد جوج سنتيم ونص، يعني هذاك بحال كتصبغو، يعني المال العام كيضيع. الطريقه ديال الاختيار ديال هاد الشركات علاش نفس بالضبط هاد الشركات، الطريقه ديالهم، المحاسبه ديالهم، هادشي راه ما تنديروش من الجيوب ديالنا. ومنين تيجي واحد المواطن تيقول لك عرفتي شحال ديال السكان بداو تيخرجوا من الازقه ديال الشارع، عافاك سد لي هاد الحفره، عرفتي واحد انا مشيت في حالي. علاش هما كمعارض يعني ما تتحركوش حنا الان في نصف الولايه باش يعني اعاده الامور الى نصابها مثلا ما تطالبوش؟ هو الرئيس مشغول في من نشاط لنشاط ثقافي، وهذا هو الشغل الشاغل اللي عنده.
الشغل الشاغل ديالو هو من نشاط ثقافي، نشاط ثقافي اخر، نشاط ثقافي اخر، حتى كدور انتم كمعارضه عندكم تنسيق بيناتكم ولا كلتي يلغي بالغاء؟ شوف انا تنقول لك من هذا المنبر كاين تحالف ما بين التجمع الوطني الاحرار والتقدم الاشتراكي، حد الساعه ما كاين حتى شي خلاف. تيكونوا مسائل خلافيه اللي شنو هي؟ اننا خصنا نديروا المعارضه اكثر. انا كان عندي خلاف مع واحد الرفيق ديالي في نفس الحزب، قال لك لا خصنا نضغطوا اكثر. في الحزب ديالكم ولا في الحزب ديالنا؟ راه العكس، ماشي اننا مشتين انه خصنا نشوفوا شنو نديروا الحل، لانه صافي بان لنا الولايه غاده النهايه بهذه الطريقه، يعني تتسالي بدون اي حصيله تذكر. سي عبد الهادي شكرا جزيلا على قبول الدعوه على التوضيحات هذه. متتبعي قناه الفاسبريس، الى اللقاء في فرصه قادمه وحلقه جديده من برنامج كازا سيتي.